السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير. نتمنى تكونوا كاملين في تمام الصحة والعافية، تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى قناتنا الاعجاب ديالكم، صيامكم مبروك ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنساوش كذلك تحفزونا بزر الاعجاب باش نواصلوا قدما ان شاء الله. باش ما نطولش على اخوتي، نبقاو الان مع اهم عناوين هذا النهار. فيصل فجر يريد العودة إلى خطافي المرشح للمشاركة في دوري الأبطال بعد أن برهن على أنه كبير. عادل تعرابت يجالس إدارة بنفيكا لتجديد عقده. أزارو يصر على مغادرة الأهلي وخوض تجربة جديدة في الليغ آن. خسارة كبيرة للزمالك أمام نادي بركان في ذهاب نهائي كأس الكاف. خاصة اجتماع سري يقرب رونار من مغادرة المنتخب الوطني بعد الكان. مزراوي يدعو لمعركة مفتوحة أمام توتنهام للوصول إلى نهائي الأبطال. مع انقضاء سنة تقريبا عن رحيله عن الليغا، أعلن لاعب الوسط المغربي فيصل فجر رغبته بالعودة إلى هناك بعد موسم واحد قضاه رفقة ناديه الأم كان الفرنسي. ويحتفظ لاعب المنتخب الوطني المغربي بذكريات جميلة في الليغا، حيث لعب لثلاث أندية مختلفة وهي إلتشي، ديبورتيفو لا كورونيا وخيطافي. وأعلن أول أمس الأحد عن استعداده للعودة إلى هناك مع تفسير انتقاله إلى نادي كان في الصيف الماضي بافتقاده لعائلته ورغبته في العيش بالقرب منها. وعلق فيصل فجر على الصورة التي نشرها لاعب خطاب الجيجيني: سأكون سعيدا بالعودة، كان علي الذهاب لأن عائلتي كانت تحتاجني، لكنني لم أنسى أبدا خطافي كإدارة ولاعبين وجمهور، تحيا خطافي. ثم رد عليها اللاعب الكونغولي تيجيني قائلا: ما حدث ستكون واحدا منا. يشار إلى أن خطافي يحتل المركز الرابع في الليغا برصيد 58 نقطة بفارق 3 نقاط عن مطارديه إشبيليا وفالنسيا، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم. أكدت صحيفة أوجوغو البرتغالية أن مدرب بنفيكا برونو لارجي وضع الثقة الكاملة في قدرة اللاعب المغربي عادل تعرابت بعدما قدم أوراق اعتماده في المباريات التي أشرك فيها قبل شهرين. وقالت دس الصحيفة أن مدرب بنفيكا سيفسح المجال لتعرابت من أجل اللعب كرسمي في التشكيلة الأساسية للفريق فيما تبقى من مباريات البطولة البرتغالية. وكشفت الصحيفة بأن تعرابت سيكون من بين اللاعبين الأساسيين الموسم القادم وسيجالس إدارة بنفيكا للاتفاق على عقد جديد. أصبح الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة ابتداء من الموسم المقبل في الدوري الفرنسي، إذ يرجح خروجه في الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب مصادر مصرية فإن المهاجم المغربي أصبح على أبواب الانتقال إلى الدوري الفرنسي، إذ يرفض تمديد عقده مع النادي الأهلي على الرغم من محاولات سيد عبد الحفيد مدير الكرة في القلعة الحمراء بإقناعه بالاستمرار مع النادي في الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر نفسها أن محمد جمال العاصي وكيل المهاجم وليد أزارو توصل بعرض رسمي من أندية في الدوري الفرنسي، ويتكلم عن ذلك ريثما ينتهي صفقة انتقال موكله بعد نهاية مسابقة كأس أمم إفريقيا. وتابع المصدر دائما بأن المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسنية الجديدية يصر على الرحيل من ناديه الأهلي بسبب العقوبة التي وقع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي على اللاعبين عقب خروجه من دوري أبطال إفريقيا على يد سان داونز الجنوب إفريقية. كما يشعر المهاجم المغربي بعدم الارتياح مع الأوروغواياني مارتين لاساتري مدرب الفريق، رغم اعتماده خلال الجولة الأخيرة على خدمة المهاجم المغربي ومنحه دقائق لعب بالرغم من الانتقادات السابقة التي تعرض لها من قبل الجمهور.
تلقى الطاقم التقني للزمالك المصري لكرة القدم ضربة موجعة بعدما تأكد غياب الحارس الأساسي محمود جنش بداء الإيقاف خلال مباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان في المواجهة التي ستجرى بالمغرب. وسيحرم السويسري غروس مدرب الزمالك من خدمات حارسه المتألق محمود جنش عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وطرده أمام النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي جمعت بينهما برسم إياب نصف نهائي كأس الكاف. وغادر الحارس المصري أرضية الملعب بعدما أشهر الحكم الكونغولي البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بعد مسكه للكرة خارج مربع العملية، وكان قبلها قد حصل على بطاقة صفراء أولى خلال الدقيقة 65 بعد أن اتهمه الحكم بإدعاء بالإصابة وسقوطه طويلة على الأرض في كرة مشتركة بينه وبين مهاجم الخصم. وحسب مصادر مصرية سترفض الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أي تظلم قد يتقدم بمسؤولي الزمالك بخصوص رفع البطاقة الصفراء الثانية على الحارس الأساسي بغية رفع عقوبة الإيقاف عنه وحضور لقاء الذهاب أمام نهضة بركان. وأضاف المصدر أن مثل هذه البطاقات يكون مصيرها الرفض من قبل الكاف، إذ سبق أن تقدم أكثر من نادي ومنتخب بطلبات مماثلة في كارت أوضحت، لكن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت تعتمد حينها قرار الحكم وترفض التظلم. وسيعود المدرب السويسري إلى إشراك الحارس البديل عماد السيد بشكل أساسي أمام نهضة بركان في لقاء الذهاب على أن يعود محمود جنش لحجز مركزه الأساسي خلال الإياب في مصر. بات الناخب الوطني هيرفي رونار مرشحا لمغادرة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 المرتقب إقامتها بمصر بداية من 21 من شهر يوليو المقبل. وكشف مصدر مطلع أن اجتماعا سري جمع بين نور الدين النيبت وعزيز بودوبالا الأسبوع الماضي من أجل اختيار من سيعود ناصر لارغيطا الذي أقيل من مهامه، حضره كل من مصطفى حجي وباتريس بوميل وعرف غياب الناخب الوطني هيرفي رونار. وقال موقع لو 360 سبور أنه تواصل مع مدرب الأسود من أجل معرفة سبب غيابه، حيث أكد لهم رونار أنه علم بهذا الاجتماع بعد نهايتها عن طريق مساعديه اللذان حضر الاجتماع، حيث قال عدم توصلي بدعوة لهذا الاجتماع الذي يعتبر مستقبل الكرة الوطنية هو علامة قوية، وهذا ما سيدفعني إلى التفكير بكثرة في المستقبل مع الأسود بعد الكان 2019، مضيفا غير أنني مدرب محترف وكل تركيزي منصب حاليا على كأس إفريقيا. وقال موقع جول العالمي إن المدرب هيرفي رونار سيرحل عن أسود الأطلس بعد كأس الأمم الإفريقية 2019. وحسب نفس المصدر فإن رونار سينهي تجربته مع أسود الأطلس بعد مسيرة دامت أكثر من 3 سنوات ونصف. وأكد موقع كورة العالمية أن رغم امتداد عقد رونار لغاية 2022 إلا أنه سيرحل حسب نفس المصدر، والوجهة الأقرب ستكون الليغ آن. وحسب صحيفة ليكيب فإن مدرب ليون السابق محل متابعة من الجامعة الملكية المغربية. أكد الدولية المغربية نصير مزراوي أنه سيصوم شهر رمضان المبارك وبالتحديد غدا الأربعاء رغم إمكانية مشاركته كأساسية أمام توتنهام في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. وأشار مزراوي أنه يتحمل مسؤولية القرار الذي اتخذها وليس له مانع في الصوم أو اللعب. وقال في تصريح لفي زد سوف أصوم، أنا معتاد على ذلك، الآراء تختلف لكن هذا قراري. كما تحدث مزراوي عن المواجهة المنتظرة أمام توتنهام، حيث أكد التزام أياكس بطريقة لعبه ما قد يعني الاستمتاع بمباراة أخرى كبيرة أمام الديوك على ملعب يوهان كريب أرينا. وقال المغربي عن مباراة الأربعاء المقبل علينا أن لا نغير طريقة لعبنا رغم انتصارنا بهدف لصفر في لندن. وتابع موضحا علينا القيام بما نجد فعله، اللعب بطريقة التي نعرفها، لا أعتقد بأننا مطلوبون باللعب بطريقة مختلفة والعودة إلى الدفاع. بفضل هذا الامتياز الفوز ذهابا خارج الميدان أعتقد أن التراجع لن يكون فكرة جيدة.
يذكر أن أياكس أمستردام حقق أول أمس الأحد أول ألقاب رياضة الموسم بفوز على فيلمدو بنتيجة 4-0 في نهائي كأس هولندا. خوتي خواتاتي، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بإعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. صيام مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.